الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قالي قهدارا ما أبرك سي نقطتين إن شاء الله تعالى، نقطة يكي كالدعاية، ونقطة دوي بحث قيام رمضانية، ونقطة سي بحث عقوبة وان كسانة أبتروجية رمضان داتقن بي عزل الشرعي. طبعا اولا بين هنديك دعايا اش حمي كس محتاجي دعايا، حتى اش رؤساء حتى فقراء كس نينا انا محتاجي هندي بيت ودعاء اش رب العالمين بكتن، خاصة عصر نوكدا وكورونا دركتي مديد كاتشاوا خلكي هوارد كر رب العالمين عز وجل. وام هر وقتك محتاجي رب العالمين عز وجل ورب العالمين محتاجي تشكسيا. روايتك إمام أبو داود والترمذي خذ تعالى شوانا راضبة، إش حديث نعمان كري بشيري، نعمان بجت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا قرآن وحديث بيغمبري. حديث بيجتن يا نعمان كري بشيري بيغمبر عليه الصلاة والسلام بجد دعاء عبادته. أف دعاء هذه تشوش رب العالمين كي. لازم أف دعاء هني خالص بخده تعالى بت. وبدلك يقين وبدلك مكوم وترجاك درستش رب العالمين بك إن شاء الله تعالى أف دعاء نايتذكرا. بيغمبري عليه الصلاة والسلام قد دعاء عبادته أو كسي دعاء رب العالمين كر أو عبادة بو رب العالمين كر عبدين يا رب العالمين كر أو دعاء غير رب العالمين كر إش إيكا ذكر أو عبادة بوي شخصي كر چه صنم بد چه إنسان بد چه كسي هبتن چمكي باشا فايته هني خواند بيغمبري عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. رب العالمين قد دعاءش مبكن أزد دعاء وقبيتكن وأوي خوا ما ظنت كنش دعامن وش توحيدا من أزوان كمت جهنمي دا أو بچيك وش كستي الفيري الداخرين يعني صاغرين حاقرين يعني بچيك وش كستي جهنمي دا والعياذ بالله بوچة چمكي الجزاء من جنس العمل أبي تهد دنيا دا خوا ما ظنت كرن الخوا نتكرن غازي رب العالمين بكن خوا محتاج رب العالمين نتكرن روجا قيامتي او دي بچيك بنو عالم دي دت سروانا وحتى دين آجوتني بو سجنك يعني يحشر المتكبرون يوم القيامة ها على أمثال الذر يعني في أمثال الذر وكي ميريك أبيت زر أبيت بچيك بس في صور الناس في صور الرجال يعني رواتك هاي في صور الرجال ورواتك هاي في صور الناس وك رنجي مروف أنا خو مروفة بس حجمك بچيك حقير شكستي بشتينجي. ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس باش دين آجوتني بو سجنك بو جهنم بجني بولس وبشتينجي أف سجنهني وصانا تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل بشتينجي أبت هني آگرگ بوش بسر و چاوت وان داد تیتن و اوی تنوی سجنه دا و آگر جی سر رابطن و خارن و وخارن ها و کیم و گواشتن ها جهنمی آنه والعیاذ بالله و سارت و اهل النار. طبعا اوی اون اوی تخوا مظنت کرن شوی چنده که خوا محتاج رب العالمین اند کرن عز و جل و خوال سر خلکه که مظنت کرن دائما انسان تواضعی بکتن و خوا بشکیند بو رب العالمین عز و جل. طبعا أبا قريشيا جي إيمان هابي برب العالمين كو ربك هي حتى أبو جهل أبو لهب حميك سيزاني رب العالمين هي بس شيا أوانا عبادات الصنمات كر غازي الصنمات كر صنمت كرن تواصطد نافدينا خو رب العالمين دا. حتى قرآن إشارة الدتن ألا لله الدين الخالص بو رب العالمين دينك خالص يعني لازم تخالص ديني بو رب العالمين بكري بالرياء وبالشرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أويتش غير رب العالمين عبادته هند يديد كنو بخوات كن خوش تفي أولياء إتخوا أويت هني چد قوتن قوت أم عبادته واناكن أم دعاش واناكن إلا أفا من ذكر رب العالمين إتكن
Çünkü ayet ekdir Rabbül Alemin 5'ten ve la in sa'altahum men halaka's semawati vel ard la yekulunna halakahunnel azizul alim. Hege gutuban ona ki asmanu ard çekirine do bejin ava Rabbül Alemin ye çekirin. Av Rabbi aziz ve alim ve zanab hamit işte ya ye çekirin. Ve in buç ibadet evan sanamat ki la tu uzzay ve manat ve yaguth ve uq ve gayri vana. In buç ibadet evan sanamat ken afsana metane gut ava men zikri Rabbül Alemin etkin. چه صنم بت یان قبر بت یان زیارت بت هر تشتکه بت انتو بکی واسطه ادناف دین خو رب العالمینی دو اوه شرکا اکبره یا مزنه و العیاد بالله انسان جدینی دارد که بتن رب العالمین ما پارزتن اشبرهنده ما تاکید سروی چنده کر کمروف دعا اش رب العالمین بکتن حتی ات آیت اکدید صورت البقره دا رب العالمین بشت و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان بجد هكا بالسيارة من هات كرني يا پیغمبري ما هكا عبادة من قد ام چاو غازي رب العالمين بكن رب العالمين قد وانا قد پیغمبري عليه الصلاة والسلام اسني زكي وانم از دي دعا دعا كري قبلكم اذا دعاني بس ابو هي شرطي هكا دعاش مكر چه نابت نتشتك بچيك و نتشتك مزن مرو بكت شريك القرب رب العالمين عز وجل وكدي دعاء نائنا ذاقران بس انسان بيقين بكت وبدرستي وان شروطا بيقبين شروط الدعاء حمد رب العالمين بكت صلوات عبد السر پیغمبري عليه الصلاة والسلام وقازي رب العالمين بكت بدلو يقين ان شاء الله تعالى او دعاء نائتا ذاقراني دليل جه هروسا رواتت كت ابو داود والترمذي اش حديثة سلمان الفارسي قال سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجت رب العالمين صفات رب العالمين حمي كاملا رب العالمين إيك الصفات توي شرمينة والصفات دي أبا دو صفات الفيري قوتن بمرد وقدر قيمته شرمت كتش عبدي قا وقت عبدي دستت خواب بلم بكتبوي او دستت بزفرين الضالة يعني مستحيلة رب العالمين اش عبدي خوا شرمت كتن دستت بزفرين الضالة اي انسان بزفر بار رب العالمين اذا قازي رب العالمين بك هوارك رب العالمين او رب عالم حمية يبيغنبره وملائكته وشهيد وصالحه هر كسا كابتن الحديثة جديدة ام بری خواب دنی وقت هندک وقتی تین دعای دا رب العالمین عز و جل ابدا وان دعا ناو گردن او کش وقت ناو دینا وقتی بانگی ناو دینا بانگی دا و نویجی دا وقتی ایک بانگ بدتن پشتی هنگی بری راب نویجی بکن وی مقداری دعا ناو ناو گردن پشتی نویجی واری انسان دعا بکتن روجا جمعی دا او دعا وی وقتی دا ناو ناو گردن وهندك جهدي جيتين وخاصة وقت النزول الإلهي واختي رب العالمين عز وجل اتيت عسمان الدنيا أو جو قب دني رواية إمام مسلمة الصحيحة خدا رواية كتبي رواية هني رواية طبعا يا أبو هريرة يا خدي طال جراسي بتن قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر رب ما عز وجل نازل عسمان الدنيا بتن كل شبكة هر شبكة هابتا نازل عسمان الدنيا بتن وشد بجد رب العالمين عز وجل طبعا أفان نزولك وصنا نزول يليق بجلاله وكماله كس شو تأويلا نكتن الصفات رب العالمين دا عز وجل نزول رب العالمين دا انت استواء دا كاتشوا حديث جوتا وصابيجا وكي حديث اتو بينا مسؤول رب العالمين نازلت بتن اسمون دنياي وغازت كتن فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له رب العالمين عز وجل بيشت او كي دعاء شمت كت كي هي دعاي في نيفا شفي اشمت كت يعني ثلث اخيره كان جي رب العالمين نازل بتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجت وقتی ثلثک الشبد مینتن هینگی گازید گت کی دعای کی هيا دعایش مبکتن از دی دعاوی قبیل کم کی هيا سؤالک یا دنیایش مبکتن آنیا آخرتی او سؤال حلال بت
وسؤالك وصابت معقول بتن رب العالمين ديش تزدبوي قبيل كم كي هيا توبة بكت بشيمون ببت الخواب الزفرت بلا چن گناه كار بتن هزارات گناه كر بتن گناه كبائر ويتمزن وبچيك بس بزفرتن كي هيا توبة بكت استغفار بكشت رب العالمين ديش تزدبوي غافرين السر في نقطة هنا آخر حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام كو أف رواته هني جهر دي سفا أبو داود روايته كت في حديثه هني إش حديث أبو هريرة خذي تعالى جرازي بتن بجد ثلاثة لا ترد دعوتهم سيكا ستين دعوات وانا نوعين بقرة كيش كنو الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يروجي جر حتى فطاري بكت يعني إش فجري وقت يروجي دس بيت كتن حتى مغرب رب العالمين دوين ناف دين دا ايك دعاش رب العالمين بكت رب العالمين دعاوي ناف جرتن حتى بو انتهاء الغاية يعني دموا هيك جا رب العالمين عز وجل ناهلتن دعاوي بتا وجراني سبحان الله يعني هكا ام بريخوا بدني هكا ام بريخوا بدني اف دعاية تاني رب العالمين عز وجل ناف جرتن يعني فجري حتى كو مغرب ببتن رب العالمين فا دعاء فان دعايت هني نافع جرتي تروجي جرا وإمام عادل بعدالة ناف عالم دات كتن أبو بي ميزان أبو بي عدالة يا رب العالمين نازل كري بو في غنبري تخوا وبو إنسان صالح أوج عدالة بكتن دعاء وجناة تفجراني إنسان الظلم جلي بتكرني مظلوم بتن وقاز رب العالمين بكتن رب العالمين عز وجل دعاوي نافع جرتن طبعا أبا نقطة شو نقطة دوي أم بين كو أوا قيامة رمضان بيروزا أف هيفاني هيفاكي مباركة وتقريبا بال دمواهي باتشو لازم ما هاش كو هابتن كو أف هيفا نبورتن إلا مواكر بتن عملك ما ظن ماكر بتن طبعا قوي خبدنا الرحمة رب العالمين وفضلي وي القل عبادة دوي رواية كت إمام نسائي في حديثها هاني شكيسي أبو هريرة خذي تعالى جير رازي بتن أبو هريرة بشت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني تشتاق لك ما صنع في حديث ثاني قول خب دي أزنك شرح كم بيغمبر عليه الصلاة والسلام بشت رب العالمين الروجية رمضان يلسر وفرس كرين ومش قيامه به رابين أو تراويح وعبادته من بوكري سنة أو كسي رابط روجيا رمضان بقرت وقيام رمضان جبك التراويح وطاعة الشفي وتبجت بإيمان بس إيمان برب العالمين هبت عز وجل وبخاب خير حساب بكت أنكو ويقين هبت روجا قيامة رب العالمين مقابلي في عبادتي في طاعتي في روجي في قيامه هني دي أجر ثوابك مظندتي بجد دي وصف فاقش بت حشكو وير روجة أو روجة ديكاوية أو بي يعني قناه تويدي هنا غفران دن قوي قبضنا قيام أجري وچند رواية كت أهل السنن أبي حديث عنه بيغمبر عليه الصلاة والسلام بجن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة بيشتوي رابط القل إمام خط رابحة بكت حتى خلاص بكت بيشتينجي إمام بكت يعني شنفيجي در كافتن أو جه بمينت حتى هنجد بجد بوي شف كامل التت حسابه اجبلي غفران دنا قناها طبعا هذه سي حديثة بجم سريعا هر سي حديث رواية كت إمام بخاري ومسلم اش حديثة أبو هريرة خذي تعالى جرازي بتن حديثة ايكي بغنبر صلى الله عليه وسلم بجد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او رجيا رمضان بقرت بإيمان وبخاف خير حساب بكتن دي قناه تويد براهية غفرا رواية جديدة بجتن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو قيام رمضان بكت تراويح بكت طاعة الشري بكت بيغمبر عليه الصلاة والسلام بجتن رب العالمين بجت قناه تويد براهية أزد جيب مغفرين رواية جديدة السر قيام ليلة القدر طبعا نزيك ليلة القدر دي دس بيكتن بيغمبر عليه الصلاة والسلام بجد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. بجد أوي رابط قيامة ليلة القدر بكتن. أب إيمان وباحتساب رب العالمين دي قنهي توي يدبره هي جيبتن. طبعا أف حديثة تاني بري أم موضوع ليلة القدر بيجن أف هرسي حديثة القلية أول جي أف حديثة تاني بما ديارت كن قنهي إنسانا دينا غفراندني بس أو قنهي بچيك هما يتمزن لابد إنسان توبك نصوح بو بكتن. هكا إنساني توبك نصوح وش قنهي مزن كر وخش كباي را دير يخست يد بچيك جي دي غفرن ويد مزن جي دي غفرن. ويخذون آية قرآن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. بيغمبر عليه الصلاة والسلام بما ديارة كتن القرآن دا طبعا قرآن بيغمبر يبما قوتي قوت سورة نجم دا رب العالمين بيجد عز وجل بيجد أوي اجتناب كتن. يعني خدير تيخنش كبائرة كبائر وكشركي وكفري وتشتي توصى بنهي مصر وهروسا اش فواحشة يعني وقت الزناية وسرقة وفاحشة وتشتيت وصا قد بيجتن رب العالمين قنهي ديها كمان يد بچيك واسع المغفرة حمي قنهي تودي غفرين يد بچيك ويد مصر. طبعا امديج في نقطة جدار كفن آخر نقطة اوج حديثك بيغنبري عليه الصلاة والسلام بو عقاب وعقوبة وانكسا اويت روجية رمضان تخون بخواتش بيتج بيناكن. طبعا هكر تو هزريت خود في حديث دا بكي تو دي زاني اف عذاب قبري دي بوي بردوان بتن حتى قيامته. و اوجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رواتت كت في حديثه هاني ابن خزيمة اش حديثه ابي امام باهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابي امامت بجد مقول پیغمبري بي پیغمبري اف قوتنات قوت عليه الصلاة والسلام بجد بين انا نائم بجد نافدين كي اسنفستي بيم بجتن اتاني رجلان دو ظلام هاتن ازبر. طبعا اوج دو ملايكتن شبك طارية ودو ملايكت هاتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام اش ناف جهيوي داري خستن وبرن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجد اتيا بي جبلا وعرا بجد ام جهشتن چياكي او چيا جل زحمت بي يعني چياكي طاري و چياكي تردار وبر جل زحمتا انسان بسر بكابتن. قال اصعب قلت يا رسول الله يا پیغمبر خدي بسر بكابتن. قلت اني لا اطيقه قم قلت اسنشم بسر بكابتن بكابتن. قال انا سنسهله لك قلت ام دي بوتر صانه يخن هرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشت اس چون ام چون حتى مجاشتن كيفا حتى مجاشتن سواء الجبل ني واتشي بجد فإذا بأصوات شديدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجد دنگو قيرية دشوار ما قوله بي يعني هندق قيرية تين دشوية جاي كأنما في هندق مروفن هندق عذابك شديد الدنبر وانا حتى واقع ريابات دن بجد مقوتا وانا قلت ما هذه الأصوات قو مقوتا اري اف دنگي تاني اف قيرية تاني چنا قو قوتنا من هذا عواء أو عواء أهل النار قد أفا قيرية أهل آقرين. طبعا عواء بو روينا صاطت يعني اللغة العربية دا بو أو عواء صاطت والعياذ بالله يعني رو روا صا أدبشتن يعني هن تشبيه أهل جهنم بهن دي ذكر يعني كأنما أبتني حاشا وكصايت رو نتكن قيري. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجتن أم جهشتن هندك مروفا فإذا أنا بقوم بشت أزجهشتم قومك يزبري خدمي شوانا معلقين في عراقيبهم أن معلقين بعراقيبهم بجد جريداينا هلاويستنا باش بحنية خوضة يعني سر نشيف هلاويستنا بجد مشققة أشداقهم لبتوانا شقا وصنا تسيل أشداقهم دما وخويناش لغافو كتوانا دارو لبت وطرشد يعني ملائكتي چليت كن كلابت آسني دينين دارو لبت وانا وخوينا تيتا خوارش دارو لبت وانا. إنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام قم قتوانا من هؤلاء أبت هنك چك أسن بو چهو ساتين عذاب داني. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قد أبا أون
أبيت روجيت خوارن هش وقتي روجيت تمام نبيع مثلا نيف ساعت بو روجيت ما دا بجد بس أس قالك وسطم وتشدع وهند دريش ضربت روجيت قط هكا أبا أوبة أبي بري في طارب نيف ساعتك بخوتن أبا حاليوي بتن حتى قيامته فاتو تشد بجي أبي همان زانت روجي هيا يعنينا يعني هما البش شافت عالم جغارت كشت يعني هما سيكا دا دي دا صابت تشتيل بش شافت خلقت قد وبيع عزرا شرعي يعني شو عزر الشرعي نينن هكا انساني عزرا شرعي هابت معلومة مثلا بو ظلامي هكا المسافرة هكا اف ظلامي هني نشد نساخة افا عزر عزر الشرعي نا جنكا هكا كتبين في جاهية حيض ونفاسة طبعا اف جنكا ناقرتن بس هما هكا عزرك شرعي نينا وراد بتدخط افا حالي ويا والعياذ بالله رب العالمين ما بارزت رب العالمين في هيفا مبارك بكت جي هندي كو ببت جيوي چندي ام بين آزاكرين شاقر جهنم رب العالمين جي مشوانو حسيب بكت ام شوان زمرابن او زمرت رب العالمين هر سر رمضاني حتى دوما هي رمضاني حتى دوما هي رمضاني وان عفوت كتو آزاد كتن يا ربي ام شوانو بن آمين آمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.